أول مرة تقابلنا بعد ما افترقنا 15 سنة قلت لكم إني هاجرت أستراليا وعملت ثروة كبيرة هناك. دي مش الحقيقة. الحقيقة حكايتها طويلة أوي، وهبتديها بالمكان اللي قضيت فيه 15 سنة اللي ضاعت من عمري. تعرفوا كنت فين؟ في مستشفى الأمراض العقلية. مستشفى الأمراض العقلية؟ مجنون؟ أنت يا عمر؟ إزاي؟ أقول لكم كل حاجة. طبعًا كلكم فاكرين أيام الجامعة. كنت عايش وسطكم أفقاركم وأنا ابن عمدة. أبويا الحاج سالم كان عمدة. عمدة بمعنى الكلمة. عز وثروة وجاه. يعني كان المفروض أعيش في مستوى يحسدني عليه كل زمايلي. لكن كنت بستلف بالجنيه والربع جنيه والعشرة صاغ أحيانا. ايوه وكنا كلنا بنستغرب. وانا فاكر لما اتهمناك انك بتفشر وان ابوك مش عمده ولا حاجه. لحد احنا ما جينا البلد وشفنا بعينينا. حقيقي يا عمر كانت علاقتك بوالدك بالنسبه لنا لغز. بعضكم تصور ان ابويا ما كانش بيحبني، وده مش صحيح. بالعكس، كان حبه ليا فوق ما يتصور أي إنسان، وعلى قد الحب ده بنى آمال كبيرة قوي عليا، آمال ما قدرتش أحققها له، لأن طلعت لقيت نفسي شكل تاني، حاجة جوايا بتدفعني دايما ضد التيار. كنت بهرب من بيته واروح بيت عم رضوان الخولي بتاعنا. كنت بلعب مع اولاد اخته واولاد اخوه. يمكن لان خاله كوثر هي اللي رضعتني وربتني بعد امي ما ماتت الله يرحمها. يمكن. ولما بدات اكبر لاني بشارك الفلاحين حياتهم وعايش في بيت الكل الا بيته هو، بدا يقلق عليا. بعتني في المنصورة جنب المدرسة لغاية ما خلصت الدراسة الثانوية. فوجئ بإني دخلت أدبي وإني مش هقدر أخش كلية الهندسة أو كلية الزراعة. كانت أول حسرة زي ما قال لي هو بنفسه. رمى طوبتي لكن كان لسه سخي، كان بيديني كل اللي بطلبه منه. لغاية ما جه يوم اكتشف اني باخد منه الفلوس اساعد بيها الفلاحين الغلابة. ومش كده وبس. عم رضوان، ايه اللي جابك هنا؟ ما استنيتنيش في البيت ليه؟ في حاجة حصلت في البلد؟ ابويا بخير؟ بخير يا ابني، كل شيء تمام الا اللي انت بتعمله ده. انت جرف عليك حاجه يا عمر يا ابني؟ مش فاهم بتتكلم عن ايه يا عم رضوان. يعني مش عارف اللي عملته؟ دي البلد مقلوبه وابوك ماشي يكلم نفسه، وبعتني مخصوص عشان ترجع معايا تصلح اللي عملته. اصلح ايه يا عم رضوان؟ ده الشيء الصح الوحيد اللي عملته في حياتي. تتبرع بالخمس فدادين اللي سايبهم لك المرحومة والدتك للحكومي؟ حد يعمل كده؟ ايوه، مدام هيبنوا عليها وحدة مجمعات تفيد البلد. سيبك من الكلام ده، فوت معايا دلوقتي على البلد عشان تصالح ابوك وتعمل اللي يطلبه منك. ما تتعبش نفسك يا عم رضوان،
انا مصمم على موقفي. ارجع كمان قول الحاج يسيب كام ايراد قبل البلد عشان خاطر الجمعيه التعاونيه. يا نهار مش فايد، انت عايز تنط الراجل؟ الحمد لله الحاج سالم ما حصلوش حاجه، لكن حلف يمين الله ما انا مخطي البلد طول ما هو عايش. صوره عمر ابنه ما بقتش صوره الحلم، بقت صوره خطر، كابوس. اتلموا حواليه اخواته، كانوا افقر منه بكتير، استغلوا اللي حصل وغزوا مخاوف الراجل. ما قدرش عم رضوان يقف قدامهم لحد ما جه اليوم اللي قدروا فيه يقنعوا الاب ما يبعدش مليم واحد لابنه. فهموه ان هي دي الوسيله الوحيده اللي تفوق عمر المجنون ده وترد له عقله. عشان كده كنتوا بتشوفوني وانا مش لاقي تمن كتاب، واحيانا تمن السندوتش وكوبايه الشاي. صدقوني ما كنت زعلان ولا حاجه، بالعكس كنت فاهم موقف ابويا وعذره، لكن فضلت مصمم على ارائي. كنت مستني الايام تدور ويقتنع ابويا بوجهه نظري، لكن فجاه مات الحاج سالم. ما تعولش هم يا ابن عمي، اعمامك هيراعوا مصالحك زي المرحوم واكتر. خليك في مصر براحتك، واللي هتعوزه هيوصل لحدك. انا مش افضل من في بدراوي، ومصالحي هراعيها بنفسي. ايوه بس دي وصيه عم العمده. بصراحه بقى انت مالكش في المسائل دي. ده حقي وورثي في الحفظ والصون يا عمر، ما تخافش عليهم. المال والارض مش لعبه تلعب بيها وتبحترها شمال ويمين. يعني ايه يا بدراوي؟ الارض ارضي والمال مالي، ومحدش هيقدر يحوشهم عني. انا رايح لعمامه اتفاهم معاهم، ولو التفاهم ما جابش نتيجه في قانون في البلد. يلا بينا يا عم رضوان. يلا يا بيه. اعمامك بعتونا عشان نفهمك. وما فهمتش بالذوق؟ ايه ده؟ ترفع عليا الطبنجه يا بدراوي؟ استنى يا بدراوي. اسكت انت يا ابو سريع، اسكت انت. طريقتك دي ما عادتش تجيب اي نتيجه. خلينا دغري في وشه ولا تغشه. وانت يا رضوان؟ نعم. مالكش هنا اي لزوم، اتكل على الله، سافر على المنصوره واقعد جنب اختك هناك. انا مش حسيب الاستاذ عمر. الاستاذ عمر في حمانه، وهنخليه على كفوف الراحه. رضوان كان الإنسان الوحيد اللي واقف جنبي وبيساعدني. هددوه لو ما بعدش عني هينتقموا من أخته وبنتها الصغيرة. طب وانت يا عمر عملوا معاك ايه؟ حبسوني، عزلوني عن العالم، قفلوا علي اوضه وحطوا عليها حراسه سنه كامله. كانش الباب بيتفتح الا عشان الاكل والشرب. كنت بالظبط زي اي مسجون في زنزانه. يا سلام، واهل البلد كلهم تقريبا من العيله، من اللي تحت سيطرة أعمامي وولادهم. لكن ليه ما سابوكش تجري في المحاكم ودوخوك في مكاتب المحامين وفضلوا برضو مسيطرين على الثروة؟ خطتهم كانت أذكى من كده بكتير قوي. كانوا عايزين يحطموا أعصابي لحد ما انهار، وساعتها يضربوا ضربتهم. Thank you.
طب ازاي يا حالي الاستاذ النهارده؟ حونة مفيش حقنة النهارده. حونة حقنة اديني الحقنة يا بدر. طيب يا سيدي كملوا عليا بالحقن المخدرة، حولوني لشبح ملوش إرادة ولا عقل ولا وعي، ولما لقوا إن الثمرة استوت وبدأت تسقط ضربوا ضربتهم الكبيرة بلاغ لمستشفى الأمراض العقلية وفلوس اندفعت هنا وهناك ترشي وتغطي كل ثغرة وقضية حجر كملوا بيها الفخ. سنتين وأنا في المستشفى مش داري بحاجة لا عارف أنا فين. سنتين بحالهم لحد ما جسمي خف من تأثير الإدمان ابتديت أفتح وأشوف من تاني. شفت الطيارة دي؟ ورق لكن ممكن تطير، كل شيء في الدنيا ممكن يطير. شوف خفت مني؟ أنا خلاص خفيت، الدكتور قال لي كده. وهخرج بكرة، هو كل يوم بيقول لي كده بس يظهر بينسى. بينسى. لو عندي ريش كل يوم بطلب منهم يجيبوا لي ريش لكن مش راضيين، عارف ليه؟ خايفين لاعمل جناحي واطير. طير يا طاير عمر خدني معاك، تعال معايا لك زيارة، هات لي جناح وانا طير وياك يا طير يا طاير. خد. كانت اول زيارة يعرفني فيها بعد ما فات. كنت قبلها زوره وحاول أتكلم معاه لكن من غير فايدة، وكنت أرجع المنصورة والحزن بياكلني وأفضل أيام بطله أبكي في نفسي وأقول أنت السبب يا رضوان، ليه سبتهم يعملوا فيه كده؟ ليه خفت وبعدت وقفت تتفرج من بعيد؟ وكانت أول كلمة أقولها له لما فاق وعرفني، سامحني يا عمر يا ابني، سامحني. عمري ما حملتك مسؤولية حاجة من اللي حصلت لي يا عمر رضوان،
عمري. بالعكس، كنت انت الانسان الوحيد اللي وقف جنبي وطلعني من القبر وخلاني اعيش من جديد. احنا مش هنسكت يا عمر يا ابني، احنا هنقلب الدنيا لغايه ما نصلح الغلط، وباذن الله تخرج من هنا وترجع لمالك وارضك وحقك. انت بايدك ايه تعمله يا عم رضوان؟ اللي ربنا يقدرنا عليه. انا عرفت راجل محامي كويس في المنصوره، حكيت له حكايتك اتحمس لها قوي، واكد لي انه يقدر يخرجك من هنا من المستشفى ويفك الحج ويرجع لك ثروتك. ثروه ايه يا عم رضوان؟ المال مهما كان حق من وجهه نظر الشرع والقانون، بيشيل جواه لعنه الطمع والشر والخراب. ليه؟ فين الكلام اللي كنت بتقوله؟ مش انت اللي عاديت ابوك واهلك عشان صممت المال يتحط في الحاجه اللي تنفع الناس؟ لكن ايه اللي حصل؟ الطمع انتصر عليك وحطك هنا ورا سور الدنيا، لكن ولا يهمك ما دمت تقدر تنط من على السور وترجع له عشان تهزمه. انت يا ابني قصدك الخير، وربنا بامثالك بيغير الناس ويحقق مشيئته. ربنا مش هيتخلى عنك ابدا مهما امتحنك. بهرتني فكره الامتحان، فكره ان الانسان لازم يدفع ثمن اختياره عشان يتحرر، عشان يشتري فرصه البدايه من جديد. وانا كان لازم ادفع الثمن. 15 سنه دفعتهم من عمري عشان ايماني باللي جوايا، وبقيت حر وخرجت للدنيا، وساعتها فكرت فيكم، افتكرت احلامنا والجمعيه اللي لميت قروشها منكم. وسألت نفسي لو قدرت تسترد ثروتك الكبيرة يا عمر، يا ترى هتعمل ايه؟ طبعا مش ممكن تقعد عاطل وتصرف الفلوس لمجرد ان عندك فلوس، ولا هتقدر تديها للي عايزينها. ولا تدي الارض للي محتاجينها، لأنك ساعتها هتلاقي مليون واحد يقولوا عليك مجنون ويرجعوك ورا السور من تاني. مفيش غير حل واحد، لك تشتغل وتتاجر وتثبت إن الفلوس مش دايما لعنة، وإنها ممكن تكون حماية للإنسان من السقوط بحجة الظروف. أكتر من كده كمان، ممكن تديك الفرصة تحطك في امتحان، تقول لك كل شيء قدامك أهو، مالكش حجة، وريني هتعمل إيه. فكرت فيكو، قلت يا ترى بيعملوا إيه دلوقتي ووصلوا لحد فين. أيوه يا ابني، بس المعلومات دي هتعمل بها إيه؟ المعلومات دي مهمة أوي بالنسبة لي يا عم رضوان. لو كان ليا نصيب وطلعت الدنيا تاني هتعوضني عن كل اللي ضاع مني. خلاص يا ابني اطمن، هدور لك عليهم واجيب لك كل المعلومات اللي انت عايزها وابقى اجي اقول لك. بس جايز المدة تطول يا عم رضوان، فلو سمحت تبقى تكتب لي المعلومات دي في كراسة أو مفكرة وتشيلها لي عندك لحد ما أخرج، بس ما تنساش كل حاجة بالتفصيل. ربنا يسهل إن شاء الله. أسيبك أنا دلوقتي بقى بخير عشان ألحق معاد المحامي. تفتكر في أمل أخرج من هنا يا عم رضوان؟ والله يا ابني إحنا بنعمل كل اللي نقدر عليه، والباقي على الله. ها، سلام عليكم. على السلامة يا عم رضوان.
هو ده بقى رضوان اللي هيفتح لك باب الجنة. اما انت عبيط بشكل، معلومات ايه واصدقاء ايه اللي انت بتدور عليهم؟ انت عارف مين اللي جابني هنا؟ اصدقاء زي بتوعك بالظبط، راحوا الشركة وقالوا ان طاهر اتجنن، كان عايز يقتل خطيبته. المدير سألني، ضربته على دماغه وخدت الطيارة وطرت بيها، الركاب صرخوا لطموا على خدودهم اغمى عليهم. مساعد الطيار كان صاحبي قوي ومع ذلك ضربني على دماغي ونزل هو بالطيارة ودخلوني هنا، وهو هو هو اتجوز خطيبتي. كل ده علشان قلت لها ان عايز اخترع جناحين يطير بيهم البني ادم زي العصافير. وانا قاعد بشرح لها النظريه بتاعتي لقيتها خافت وجريت، جريت وراها قلت لها اقفي اسمعيني عايز افهمك، من حق افهمك. صرخت جات لها هستيريا مجنونه. كلهم كانوا صحابي ومع ذلك حطوني هنا ورا السور، وانت عايز تملكهم رقبتك؟ ما انا مش هبقى لوحدي، هتبقى معايا يا طاهر. كنت بتفكر فيهم ليل ونهار طول العشر سنين اللي قعد المحامي بتاعك يعافر علشان يخرجك، وهم حد فيهم فكر فيك؟ حد حاول يسأل عليك؟ معرفوكش الا دلوقتي، اتلموا حواليك زي الدبان ما يتلم حوالين العسل. ومع ذلك هيخرجوا النهاردة ويقولوا عليك مجنون، ومش بعيد يعملوا فيك زي اللي عملوه ولاد عمك واكتر. لا يا طاهر، ما حدش يقدر يعمل حاجة. انا استرديت ثروتي بحكم محكمة، خرجت من المستشفى بتقرير بيقول ان في كامل القوايا العقلية. ما تنساش ان حذرتك، الاتنين دول اخطر عليك من البدراوة ابو سريع. لكن اديني بقولها لهم اهو وفي وشهم، عمر مش لوحده، واللي يفكر يمس شعره من راسه هخنقه بايديا دول. وديتها ايه؟ هيرجعوني المستشفى ويقولوا عليا مجنون غير مسؤول عن اعماله. طاهر خلاص سايبك تشرح لهم افكارك النبيله. الاخ ده اكيد مجنون يا عمر. خرج ازاي ده من المستشفى؟ اكيد هربان. لا يا جماعه، طاهر خرج برضه بتقرير بيقول ان حالته اتحسنت ومفيش خوف منه على الغير. هايل، يبقى سهل ندخله تاني. انا ليه اصدقاء في وزاره الصحه، ممكن بتليفون صغير. محدش له دعوه بطاهر، طاهر في حمايتي ومش هسمح لاي حد انه يؤذيه او يضره. دلوقتي اديكوا عرفتوا كل حاجه، فكروا كويس، اللي يلاقي في اللي حصل لي حاجه تسأله يقول لي، وهنفضل اصدقاء برضو. كنت عارفه؟ ايوه. مع ذلك ما خفتيش مني؟ هخاف منك ليه؟ انت انسان رقيق ومخك كبير، واللي حصلك قبل كده مرض زي اي مرض، وكل الناس بتمرض وبتخف. لا الا دي يا انصاف، الوصمه اللي بتنطبق على جبينك زي الوشم، ده حتى الوشم بيشلوه بميه نار. عارفه ليه يا انصاف؟ لان العقل اهم ميزات البني ادم، هو الفرق بينه وبين المخلوقات التانية. صحيح كماله أو اختلاله بقى شيء نسبي خارج حدود العقل، مرتبط بالناس والتانيين، لكن أنت مضطرة تقبلي الحكم ده وتنفذيه. ماليش دعوة بده كله،
انت في نظري اعقل منهم كله. بتفكريني بوداد اخت الصغيرة. انت ليك اخت؟ هي فين؟ طارت طارت، بس مش بجناح، خدها صندوق حديد وطار. كانت عروسة، سنها 19 سنة، اتخطبت وهي في الثانوية العامة، كانت بتحبه، شاب بيشتغل في شركة كبيرة في انجلترا وبيدرس للدكتوراه، اتفق معاه انها تحصل بعد الثانوية العامة، بعت التوكيل واحنا كتبنا له عليها، وركبت الطيارة وطارت، لكن ما وصلتش، وقعت في البحر. انا اللي ربيتها. بابا وماما سابوها وعندها 5 سنين، انا اللي كنت بقعد اكلها واشربها والبسها ووديها المدرسه والعب معاها، كبرت قدام عينيا وبين احضاني سنه بسنه وشبر بشبر، ما كانتش بتقولي يا اخويا ولا يا ابي، كانت بتقولي يا بابا. فجأة خدع صندوق حديد وطار، صندوق ما بيفكرش ولا بيفهم ولا بيحس، ترس زرجن، موتور وقف، حاجة آلية ملعونة حصلت، حاجة مش ممكن تحصل، عصفور أو نسر أو حمامة، الإنسان غلطان علشان يثق في الجماد في الحديد، عباس بن فرناس والجوهري وإيكاروس كانوا صح واحنا اللي غلط. ارجوك ما تعملش في نفسك كده، دي اراده ربنا. اول ما شفتك حسيت ان صوره منها، عشان كده بتهتم بيا وبتذاكر لي. أيوة يا إنصاف، عمر عنده حق، كل شيء ممكن يتعوض ويتوجد من جديد، مفيش حاجة أبدا بتضيع. طب ممكن تذاكر لي بقى؟ آخر درس يا إنصاف. ليه؟ من النهارده مش هفضلك كل وقتي حاكر راسه لعمر، انت مش عارفه انا بحبه قد ايه، هو الوحيد اللي ممكن افديه بحياتي لو احتاج، وانا واثق انه هيحتاج، وعشان كده انا عايزك تعتمدي على نفسك، وانا واثق انك هتقدري. نصيحة من قلبي يا إنصاف، ما ترهنيش على إنسان أبدا، ما تتعلقيش بحد قوي. ليه بتقول كده؟ لأني عارف الدنيا كويس. في ناس بتقول على أفكاره دي مجرد خيال، مثالية ملهاش صلة بالواقع، لكن
لكن أنا بفكر فيها بجد يا سحر. أنا مش شايفة فيها أي خيال. من حق كل إنسان إنه يبدأ من جديد، ومن حقه إنه يغير حياته ويغير نفسه كمان. طيب والماضي يا سحر؟ الماضي ماضي يا سامي، شيء فات وانتهى. حتى إذا كان سابقة؟ أنا أول واحدة متأكدة إنك بريء، وحتى لو كنت مذنب ما يهمنيش، ما دمت أنت دلوقتي إنسان نضيف. ده رأيك فيا يا سحر؟ ده مش رأي يا سامي، ده إيمان. أنا مكتفي بكده النهاردة، أكتر من كده يبقى خطر عليا. إيه رأيك تيجي معايا الشركة؟ وهو كذلك. عايز إيه مني؟ إيه يا هناء؟ خلاص؟ مش عايزة تشوفيني؟ هتنصدم لو قلت لك أيوه؟ لا، مش هصدق. بس هي دي الحقيقة. أنا صحيح كنت جاف معاك شوية، لكن أنت يا هناء السبب. مش قادرة تقدري ظروفي. أستاذ محسن، الشركة دي مكان عمل، والعمل هو السبب الوحيد اللي ممكن يبرر وجودك هنا دلوقتي. الشركة؟ لا حلوة، أنت عارفة كويس قوي إن الشركة دي بقت بتاعتي، في جيبي. اللي أعرفه إن الشركة دي ملك المؤسسة، والمؤسسة بتاعت الأستاذ عمر سالم. والشركاء من فضلك. شركاء؟ شركاء على الورق، شكك يعني؟ مؤقتا، بس أوعدك يا هناء إن المؤسسة كلها هتبقى في إيدي دي بعد أقل من شهر. يا سلام، وده بقى هيحصل إزاي؟ مش مهم إزاي، لكن هيحصل. طب والأستاذ عمر؟ والأستاذ فهمي؟ والأستاذ عاصم؟ الأستاذ عاصم معايا. أما باقي الأساتذة مين؟ الأستاذ سامي والأنسة سحر. أهلاً 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 وسهلاً. أنا سعيد قوي إن أنا بشوفكم دايماً مع بعض. اهلا يا محسن بيه، اقدر اعرف سبب تشرفنا بزيارتك الكريمه دي؟ انت ناسي ان الشركه دي من ممتلكاتي ولا ايه؟ ضمير الملكيه هنا مش صحيح يا محسن بيه، انت مجرد شريك، وده ما يديكش الحق انك تدخل مكتبي من غير ميعاد سابق. انسه هناء، انا هدخل مكتبي ومش عايز حد يدخل الا اذا كان في ميعاد. حاضر يا فندم. اتفضلي يا انسه سحر. انسه سحر، يا ترى عنايات تعرف انك بتقابلي سامي الكومي كل يوم؟ اولا اسمها عنايات هاني، ثانيا ده موضوع عائلي ما يخصكش في حاجه. اظن مفيش داعي تستمر في الموقع ده اكتر من كده، من بكره ترجعي مكتبي في المؤسسه. اسفه، أنا اللي طلبت أشتغل مع الأستاذ سامي، وجيت بقرار من رئيس مجلس الإدارة. هناء، كفاية أول حد كده، من دلوقتي هتمشي معايا، يلا هات شنطتك. أنت فاهم غلط يا محسن، أنا ما سبتكش بدافع من المناورة أو الضغط، أنا سبتك لأني فعلا اكتشفت قد إيه كنت مخدوعة فيك، والاكتشاف ده
مش بس خلاني أفقد حبي ليك، لا، خلاني أفقد احترامي ليك كمان. ودلوقتي عن إذنك أنا هدخل بالبوستة للأستاذ سامي. أنت فاكرة نفسك إيه يا بت أنتي؟ أرجوك لو طولت لسانك أكتر من كده هرد عليك باللغة الوحيدة اللي تفهمها. ولا تحب أجيب لك الأستاذ سامي يرد عليك هو؟ كده؟ حاضر، بكرة أوريك أنت والأستاذ سامي بتاعك. تعالي يا هناء، احنا سمعنا كل حاجة. مش ده المهم دلوقتي، محسن غلط قدامي في كلام في منتهى الخطورة. طب اهدي يا هناء واتكلمي على مهلك. محسن بيدبر شيء خطير ضد الأستاذ عمر. مؤكد التأمر بيجري في عروقه زي الدم. ايوه، بس اعرف ايه اللي قاله لك يا هناء. هقولك. يعني سكت يا أستاذ عمر؟ هقول ايه يا سامي؟ اللي قاله محسن ده ملوش معنى، مجرد كلام بيحاول يغري بيه هناء عشان ترجع له، وما اقدرش احاسبه عليه. انا مش عارفه ازاي حضرتك بتثق في الشخص ده رغم كل اللي عرفته عني. الثقة دي هي الامتحان يا سحر، ومحسن لازم ياخد فرصته كاملة عشان يعديه بنجاح. عشان كده ما اقدرش لمجرد شبهة او كلام انهي التجربة واقول له لا انت ناوي على الشر. احنا اتفقنا ننسى الماضي، انا براهن على التغيير يا جماعة. محسن مش ممكن هيتغير يا استاذ عمر، والتجربة اللي حضرتك بتقول عليها دي ممكنة للإنسان وهو لسه في سنه صغير، وهو طفل مثلا، نقدر نشكله ونغير العادات الوحشة ونربي فيه المبادئ اللي احنا عايزينها. هو ده المعتاد يا سحر، أنا بجرب الجديد، ممكن أكون غلطان أو واهم، بس إثبات الغلط والوهم لازم له دليل مادي صريح. رايح نفسك يا سام انت وسحر، سيبولي الموضوع ده، انا عارف اللي عايز عمر وحجبهوله. كده يبقى كل شيء تمام. مش عارف، انت قلبك جامد قوي يا محسن، بيني وبينك انا مش مرتاح للاساليب دي. كده واحنا لسه في اولها؟ جرى ايه يا عم عاصم؟ دي لعبة خطيرة قوي يا محسن، ما فيهاش ثغرة. والحكاية اللي حكاها لنا عمر دي ملهاش أي تأثير، بالعكس ممكن تنفعنا إذا حصلت أي تطورات غير متوقعة. واحد يشوف العذاب ده كله على إيدين أهله، يقعد في مستشفى الأمراض العقلية 15 سنة بعد كده يخرج متفائل وعايز يغير العالم. ايه ده يبقى ايه ده؟ مجنون طبعا. انت بتصدق انهم تامروا عليه عشان موضوع الثروه والكلام ده؟ ما احنا عارفينه من ايام الجامعه وعارفين انه مخه طائق، وعمر ما حد في الكليه كلها كان واخده جد. مفيش حاجه جديده ولا غريبه يا عاصم يا اخويا، المهم دلوقتي تحدد موقفك، يا يا لا. جاي دلوقتي تقولي لا بعد ايه؟ ما خلاص جت رجلي. يلا بقى زي ما ترسي. هايل، يبقى دلوقتي انا هسافر الاسبوع الجاي على سويسرا، واستنى البضاعه اللي جايه من تركيا واوضب كل شيء. بقول يعني ما نلغي صفقه الفيلم الخام بالشكل ده، ملهاش لزوم يعني. بالعكس دي ضروريه جدا لانها تغطيه ممتازه. ايوه بس ازمه الفيلم ايه ده؟ مالك الباب؟ حد كان فاتح الباب وبيصنط علينا. مش عارفه، انا قفلت الباب بايدي وانا داخل. يا مين اللي فتح دلوقتي؟
طاهر. طاهر؟ ايوه، ملازمني زي ظلي، حتى المطعم اللي باكل فيه بلاقيه ورايا. لكن ولا يهمك، كل شيء وله حل. انت عارف بدراوي وابو سريع؟ بدراوي وابو سريع؟ اه، ولاد عم عمر؟ ايوه، موجودين في مصر. انت مش عارفك؟ كان المفروض انت اللي تعرف، لان محفوظ سكرتير الهانم مراتك هو اللي بعت جابهم. مش ممكن. ليه؟ واضح ان داليا هانم بتلعب على خط لحسابها، وده خطر، لان الخطوط ممكن تدخل في بعضيها وتبوظ لنا الدنيا. انا يا محسن مش فاهم اي حاجه، انا دماغي بتلف. ولا تلف ولا حاجه، استريح انت وانا هحل كل المشاكل. كل اللي عليك تطمن داليا هانم وتفهمها ان حكايه احتكار السوق دي صرفنا النظر عنها علشان تهدى بقى وتفضلنا السكه. الله الله يا عمر، حقيقي في منتهى الجمال. تعرف المكان ده كانه حته من الجنه. عشان كده اصريت تيجي تشوفيه بنفسك. بوجودك يا وفاء هتبقى الجنه جنه. بس الجنه برضو كان فيها الحي اللي وسوست لحواء عشان تطلع ادم، وطلعت معاه وعمروا الارض. مع العمران حطوا بذره الخراب اللي خرجت منها الخيانه والغدر. ليه المرارة دي كلها يا وفاء؟ مش عشاني أنا يا عمر، أنا كنت بفكر فيك أنت. ولو إن ده شيء يسعدني، لكن يزعلني إني أتسبب لك في الأفكار الحزينة. عمر أنا بجد بقى خايفة عليك، أنت بتتعامل مع الناس ببراءة عجيبة ما شفتهاش قبل كده. انت كأنك واحد من عصر تاني فات من زمان او لسه هيجي بعد زمان. انت ما انتش حاسس بالعالم اللي انت عايش فيه يا عمر. انت ايه، متخيل انه صورة من اللي تتمناه جواك؟ صدقني يا عمر هو غير كده خالص. يعني انت شايفاني دلوقتي راجل ساذج مش أهل للثقة، ما تقدريش تعتمدي عليه ولا تحسي معاه بالأمان؟ عمر أنا ما قلتش كده، ومن فضلك ما تبقاش تستنتج أي معنى من كلامي. أنا ما بقولش كلام متداري أو يحتمل معنيين. حتى لو طلبت منك دلوقتي تتجوزيني يا وفاء؟ عمر انت بتقول ايه؟ بقول اني عمر سالم البالغ من العمر 37 سنة والمتمتع بكامل قواي العقلية، رغم اني قضيت 15 سنة في مستشفى الامراض العقلية. يشرفني اطلب ايدك يا وفاء. فجأة كده؟ أنا أصلي خام ومليش تجارب ومعرفش أمهد لطلب زي ده، عشان كده استدركتك هنا في الجنينة عشان أستغل تأثير الزهور والشجر والجو الرومانسي. غريب، ما بتوقع ده من بدري قوي. تسمحي لي أروح له دلوقتي وأكلمه؟ على طول كده؟ طب اي واحده في مكاني هتقول لك ايه دلوقتي؟ اديني فرصه افكر.
طب وانتي؟ انتي هتقولي ايه يا وفاء؟ لا ده انا بفكر من زمان قوي يا عمر. من اول مره شفتك فيها هنا يا عمر قلت في نفسي ده راجل فارس بمعنى الكلمه، بالمعنى القديم اللي راحت عليه دلوقتي. وكنت خايف ان وفاء ما تفهمكش وتضيع منها. ده كلام اكتر من حقي بكتير قوي يا عم. تعرف يا عمر احسن حاجه فيك تعجبني انك ما بتحبش الجيلي. ما بتهربش ولا بتستسهل، جواك مقاومه اصلب من الحجر، داخل في الدنيا بصدرك تضرب فيها بعصيتك من غير ما تخاف من الوحوش اللي لبدالك في السكه. بابا بابا ما 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 تخافيش يا وفاء، انا ما سرحتش، انا بقول اللي في نفسي وانت كمان اوعي تفتكر ان طريقك معاه حيكون سهل. اللي زي عمر بياس كتير، واللي بيحبه بياس اكتر منه. يعني قاعد من الصبح بالمنظر دي ايه؟ هو الاستاذ مش قالك انت حر يا هنداوي؟ عاوز تقعد عاوز تمشي على كيفك؟ امشي امشي بعد اللي سمعته ده؟ ليه؟ جبلة يا عم رضوان، ما عنديش احساس. عجايب، مش انت اللي كنت خايف ومش عاوز تقعد في بيت واحد مجنون؟ استغفر الله يا عم رضوان، دهني اللي مجنون. يعني خلاص يا هنداوي هتفضل كاتم على نفسنا؟ انت كمان يا عم رضوان، انا اللي مكدرني ومزعلني، ازاي طلعت مني الكلمة دي؟ عمر بيه دلوقتي لما يعرف هيقول ايه؟ زمانه بيحتقرني في سره، بيقول ده متخيرع مش جدع. ان كنت خايف على الجنينه ما تخافش، الاستاذ ما بيرجعش في كلامه ابدا. جنينه تاهي يا عم رضوان، جنينه تاهي بعد اللي سمعته ده. الملك قال يخلي الله هو شهوه الملك تخلي الناس تاكل كده في لحمها ودمها وترميه في البرستان. حد الله حد الله بيني وبين شوية التراب دول، مش عايزهم. يا ساتر، هو انا هيزيد عليا ايه؟ ما انا لو كنت عاوز اقعد في الجنينة اقعد فيه، هيزيد عليا ايه يعني؟ حتة ورقة مختومة انها باسمي؟ مش عايزها. ايه؟ يعني لو الأستاذ جالك دلوقتي وقال لك تعالى يا هنداوي نروح الشهر لعقاري أسجل أرض الجنينة باسمك، هقول له لا. وبالفم المليان كمان هقول له لا. ايه دي؟ مش زغروطة كوثر يا ترى ايه؟ اما اروح اشوف. طب شوف لي معاك يا عم رضوان. دي طب ما انت مش شايف من هنا يا هنداب. الله، طب ما روحتش ليه مع عمك رضوان يا واد يا هنداوي؟ بصحيح الكلام ده يا استاذ، يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك يا عمر يا ابني. الله يبارك فيك يا عم رضوان. يا كوثر عميني معروف، دي لسه خطوبه بس. وماله يا ابني؟ يا الف نهار ابيض. معلش عميني معروف، كفايه عشان خاطري. خلاص يا كوثر اسمع كلام الاستاذ. حاضر يا اخويا، ولو ان الفرحه من سيعاني لما اروح اصحي انصاف وافرحها. لا روح انت بلي الشربات وانا رايح لانصاف. حاضر.
مبروك تاني يا عمر، حقيقي أنا فرحان، أنا سعيد جدا جدا. الله يبارك فيك يا فهم، متشكر أوي. وفاء إنسانة كويسة، كفاية يا أخي إن أنتوا بتحبوا بعض، بالك دلوقتي عاصم يضرب دماغه في الحيط من الندم. زي ما هتضرب دماغك في الحيط أنت كمان. أنا؟ إيه الكلام ده؟ هو ده اللي هيحصل لك يا فهمي. فهمي أنت معاك جوهرة بس أنت ما أنتش عارف قيمتها. بادلتها كتير واستحملتك كتير. لكن لأنها إنسانة وليها طاقة وقدرة احتمالها ليها نهاية. بتهيألي النهاية دي قربت. وهتفوق في يوم تلاقي نجوى في نفس موقف وفاء النهارده. لا 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 لا، في فروق كتير قوي ما بين نجوى وما بين وفاء. فروق ايه يا فهم؟ الاولاد؟ ما انت عارف انهم بيحبوا جدتهم وعايشين معاها. فكر يا فهم، فكر كويس. انا مش هكلمك في الموضوع ده تاني. لا، فين يا اخويا بقيت الشله؟ راحوا فين؟ سامي ومعزوم عند صحر وطاهر. طاهر راح فين؟ كده يبقى كل شيء تمام. بس انا مش عارف، انت قلبك جامد قوي يا محسن، وانا بيني وبينك مش مرتاح للاساليب ديت كده. واحنا لسه في اولها. ده ايه يا عم عاصم؟ دي لعبه خطيره قوي يا محسن، ما فيهاش ثغره. طب والحكايه اللي حكاها لنا عمر؟ ملهاش اي تاثير، بالعكس. اهلا 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 محسن بيه. الله، البدراوي ابو سريح اتلم المتعوس على خيب الرجا وعملوا حلف. عجبي للاسف هتضطرينا الجا لاسلوب عمري ما فكرت فيه ولا جربته. هو ايه يا محسن بيه؟ ها؟ هتضربني ولا تدخلني المستشفى تاني؟ للأسف مش كفاية، انت لازم تطير يا أستاذ طاهر. مش انت نفسك تطير؟ آه، بس في الوقت اللي أنا حدده. هو ده الخلاف الوحيد بيننا، عايزين الجناحين الريش اللي في جنينة الفيلا يا بدراوي. الأستاذ طاهر لازم يطير الليله.